الربيع اللي معقد يوم السبت المصارم يكون يعني انطلاقة جديدة بالنسبة للمسار ديال الحزب، ويكون الأفق إن شاء الله ديال يعني التألق وتتويج بنتائج تكون مشرفة إن شاء الله في أفق استحقاقات 2021، لأننا على بعد 3 سنوات من الاستحقاقات كما كتعلموا. 2021 هي على الأبواب، فإذا عندنا 3 سنوات لتنظيم الصفوف. المؤتمر الحمد لله داز في ظروف حسنة، التعبئة كانت شاملة، كاين هناك كذاك الحماس اللي حسيت به هو أن كاين هناك حماس لضخ دماء جديدة بالنسبة للحزب. كل هذه المعطيات كتخلينا على أننا كلهم كتخلينا على أننا كنكونوا متفائلين إن شاء الله بالنسبة للمستقبل. ولكن دائما أنا كنأكد على واحد المسألة، هو أنه ماشي النتائج اللي كتهمنا يعني بالأساس. النتائج بغينا نكونوا كذلك في المراتب الأولى، والحمد لله راني كتشوفوا اليوم الخارطة السياسية المغربية وكندير يعني أمامك الأحزاب السياسية، راه منك راه في العيون كما قال السي إدريس، راه البروتوكول اللي اختارنا اللي كيجيو يرتبوا الأحزاب راه جينا في المرتبة 9. فإذا الحزب اليوم راه في المشهد السياسي المغربي في المرتبة 9، ولكن ديك المرتبة 9 بغيناها تكون بعدد أكبر من النواب المستشارين على الصعيد أقاليم وعلى رؤساء الجماعات اللي يكونوا كيسيروا الشأن المحلي. بغينا هاد الوضعية تغير إن شاء الله في أفق 2021. فهذه بداية، نتمناو على أنه هذا البرنامج اللي غنسطروه في هاد الديناميكية اللي احنا فيها اليوم نستمروا على العمل باش إن شاء الله في أفق كما كنقولوا 2021 الحركة الديمقراطية الاجتماعية تلعب دور أهم من هذا اللي كتلعبوا اليوم، ويكون عندها إشاعة إن شاء الله على صعيد المملكة، ونلعبوا دورنا اللي كيمنوط بنا واللي كيخولوا لنا الدستور، وتقطير المواطنين، استماع لهم المواطنين، ونكونوا قرب المواطنين. لأن احنا كحزب وبالتفت تصريحات ديالي بعد المنابر الإعلام على أنه البرنامج ديال الحركة الديمقراطية الاجتماعية ماشي هو برنامج الأوراق، ماشي هو برنامج ديال يعني أرقام ومعطيات، لأن جميع الأحزاب إلا تبعتو غيجيب لك برنامج فيه 100 ورقة ويقول لك غادي نديرو في العدل وغادي نديرو في التربية يعني في التعليم وغادي نديرو في الصحة ونديرو هذا، ولكن كيبقى هذاك الشيء غير على الأوراق. فالحركة الديمقراطية الاجتماعية بغيناها تكون عندها برنامج واقعي، واللي يعني نركزوا على العنصر البشري والاهتمام بالعنصر البشري، لان ملي كيكون برنامج كيركز على العنصر البشري وكيمشي للهموم ديال يعني اللي كيعيشها المواطن، فكان كيكون عنده يعني تاثير مباشر على المواطن المغربي. اليوم البرامج راه حنا كل سنه كل انتخابات كيجيو احزاب كيقول لك احنا غادي نعملوها كذا في التعليم، وغادي نحسنوا وضعيه ديال الموظفين، وغادي نحسنوا الولوج للخدمات ديال الصحه وديال العدل وهذا، ولكن ملي كتجي كتسمع المواطنين وكتسمع الهموم ديالهم دائما نفس المشاكل اللي مازال كتكرر هذه 30 سنه. غتهضر مع اي مواطن تدخل تسولو يقول لك انا كنمشي للسبيطار ما كيديرها فيها حتى واحد، خصني نشوف معاه. استسمع على هذه الهضره هذه، لان ماشي كلشي، ماشي كاع الموظفين، ماشي كلشي كاين النزهاء اللي خدامين في كاع جميع القطاعات، ولكن الجو العام اللي سائد اليوم هو انه كاين واحد يعني عدم الرضا على الخدمات اللي كيتلقاها المواطن المغربي. اذا حنايا كحزب اليوم اذا استطعنا اننا نمشيو لهاد النقاط اللي كنسميها سوداء بين قوسين واللي كيتشكى منها المواطن المغربي، يلقى خدمات يعني في المستشفى، يلقى الخدمات لائقة في العدل وياخذ حقه ويمشي للتعليم يعرف على ان ولاده غادي يكون عنده واحد التقويم. إذا استطعنا على ان البرنامج اللي يتركز على هذه المسائل ونحسنوا غادي يكون ملموس، داك الشيء يكون ملموس ماشي بالاوراق وبلا يكون ملموس، غادي نكونوا استطعنا اننا نتميزوا على الاحزاب الاخرى ومشينا اللي هو اهم وخلينا اللي هو هامش جانبا. لان اليوم الاحزاب كلها كتعطي يعني خطابات باش في الاخر تاخذ اصوات، ومن بعد نعاودوا نديروا نفس الاسطوانه ونجيو نقولوا على ان خدمة هذه وغادي نصحوا هذه. لا، اليوم حنا الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه خصنا نمشيو نبنيو البرنامج ديالنا على خطاب شفاف صريح واللي هو
ممكن. هذا هو الهدف ديال الحركه المحتشمه. اما النتائج ولا المراسيم لا يهمنا ذلك، نتمنوا اننا نكون في خدمه الوطن وفي صلاحه الوطن. هذا هو الرساله اللي بغينا نبلغوا اليوم واللي بغينا نوصلوا اليوم، ان الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه في خدمه المواطنين في خدمه الوطن مهما كان النتائج مهما كانت المرتبه، المهم اننا نلعبوا الدور ديالنا اللي هو منوط به. نتمنوا على انه هاد الفلسفه هذه هي اللي نبلوروها في هذه الثلاث سنوات ان شاء الله، وانا متيقن على اننا الى كان هذا الخطاب هو اللي سائد في الاقاليم واللي كيروجوه المنسقين ديالنا، كونوا على يقين على اننا غادي نستطيعوا على انه نكسبوا الثقه ديال المواطنين ونسترجعوا المكانه ان شاء الله اللي كتليق بالحركه الديمقراطيه الاجتماعيه، ونلعبوا واحد الدور اساسي ان شاء الله في الاستحقاقات المقبله. هذا هو الهدف المستقبلي، نتمنى اننا نمشيو له. بطبيعه الحال الاجتماع اليوم مخصص كما قال السي ادريس لانتخاب رئيس مجلس وطني جديد، وكذلك انتخاب اعضاء مكتب سياسي جديد. وحنا اليوم اعضاء ديال المجلس الوطني اللي حاضرين راه تم الاختيار ديالهم والانتخاب ديالهم من طرف المنسقين والممثلين ديال الاحزاب اللي هما في الاقاليم اللي ممتله اليوم هنا في المجلس الوطني. فاذا غيكون هناك اقتراحات نتمنوا انكم تصدقوا عليها. حنا بعض المرات ما كنقدروش نرضيو الجميع، ولكن الاهم كما قلت لكم هو انه هذا المكتب السياسي اللي غينبطق اليوم مع رئيس المجلس الوطني انه يعمل على انه يعني يركز على اساس انه اختاروا واحد يعني بغيت ماشي منهجيه، لا مشات لي الكلمه ماشي منهجيه. على كل حال المكتب السياسي عندهم مطالبين على انه يلعبوا كذلك واحد الدور باش يمكن الحزب يكون عنده مكانه في المشهد السياسي المغربي. هذا هو يعني الهدف من هذا، اللي برا ولا اللي داخل ما كيهمش، المهم هو الجميع يعني يكتلوا الجهود ديالهم باش الحزب ان شاء الله يلعب هذا الدور اللي احنا بغيناه فوق الاستحقاقات المقبله. فاذا المكتب السياسي غادي ينبثق اليوم من هذا المجلس الوطني، نتمنى على انه يكون الاختيار صائب، على ان الاشخاص اللي غيكونوا في المكتب السياسي ولا غادي يسطروا البرنامج ديال الحزب يكونوا ان شاء الله غادي يعطيوا واحد الدفعه جديده بالنسبه للحزب، وانهم وانا متيقن على انهم الجميع عندهم غيره على الحزب ديالهم، وغادي ان شاء الله يكتفوا من الجهود ديالهم باش ان شاء الله الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه تلعب الدور ديالها يعني في المشهد السياسي المغربي، ونكونوا ان شاء الله الرساله ديالنا توصل ل يعني الهدف اللي كان نتوخاه كاملين. فأنا متيقن ومتفائل على أنه إن شاء الله مباشرة بعد استكمال الهياكل ديال الحزب خاصنا نعاودنا ما نوقفوش هنا، ماشي نقولوا راه دوزنا مؤتمر في المستوى ونجحنا في أننا يعني نعطيو صورة جيدة للحزب ونوقفوا وتوقف. بالعكس حنا كنعتقد على أن اليوم عاد الخدمة غادي تبدا، وعاد المرحلة إن شاء الله غادي جديدة غادي تبدا. فإذا كاين هناك عمل كينتظرنا، كاين هناك يعني صعوبات كتنتظرنا بطبيعة الحال، كاين هناك يعني واحد المنافسة ما بين الأحزاب على الصعيد الوطني، خاصنا ندخلوا المعركة مجندين جاهزين باش كذلك نستطيعوا أننا نديروا بلاصتنا في المشهد السياسي المغربي. الأمور ماشي سهلة، ولكن كاين العزيمة، كاين الطاقات، كاين نساء ورجال اللي باغين يعملوا باغين يعني يكونوا حاضرين كذلك في الساحة. فإذا إن شاء الله نشمروا كما كنقولوا، ولا بد على أننا النتائج غادي تتبع إن شاء الله، وأنا متيقن على أن إن شاء الله النتائج المقبلة غادي تكون جد مشرفة بالنسبة للحركة الديمقراطية الاجتماعية، وغادي ما غنطيحوش في نفس الغلط اللي كنا كنطيحوا فيه في السابق، غادي نركزوا على بعض الأقاليم اللي هي حاضرة معنا اليوم واللي عندها واحد يعني الناس الممثلين ديالها عندهم يعني حضور قوي في الأقاليم ديالهم، غادي إن شاء الله ننظموا العمل ديالنا باش يمكن النتائج تكون في المستوى. بعض المرات كنشتتوا ذاك المجهودات وكنبقاو نشتتوا يعني غير في الدسكيات حتى هما، وفي الاخير المطاف النتائج ما كتكونش في ذاك المستوى اللي كنطلبوا. اليوم التوجه تغير،
يعني اليوم الفكرة اللي سائدة عند الناس اللي كيسيروا الحركة الديمقراطية الشمعية هو أننا نستهدفوا 30 إقليم أو 35 أو 40 على الأكثر، ولكن نستهدفوا ناس اللي يمكن يكونوا أولا في المستوى واللي كان عندهم الثقة ديال المواطنين واللي يتسموا بالشفافية والنزهة باش يمكن لهم يمثلوا الحركة الديمقراطية الشمعية أحسن تمثيل وتكون نتائج كذلك مشرفة. ما نطولش عليكم، وقيلا طولت بزاف، قلت لي ما فيه كفاية. نتمنوا على انه الى كاين هناك بعض الملاحظات من بعد الانتخاب ديال الرئيس وديال المكتب السياسي نفتحوا الى بغيتوا النقاش ونستمعوا لبعض الملاحظات يمكن تكون مفيده بالنسبه للمستقبل، الملاحظات على المؤتمر، على تنظيم المؤتمر، على يعني جميع الملاحظات اللي يمكن نطرحوها. مرحبا، احنا مستعدين ان نجاوبوا عليها، ولكن مره اخرى كنبغي نعاود نشكركم ونهنيكم على يعني المؤتمر اللي انعقد يوم السبت المنصرم. حقيقة كان من بعد انتهاء المؤتمر اتصلوا بي عدة شخصيات وناس اللي صراحة هنأونا واعترفوا بأن الحزب راه عنده مكانة في المشهد السياسي المغربي. فنتمنى على أن هاد جميع هاد يعني التشجيعات وهاد الشهادات تجعل منا أننا نعاود نكتفوا الجهود ديالنا باش كما قلت لكم الحركة الديمقراطية الشمعية إن شاء الله تكون في مستوى الرهان والتحديات، ونكونوا إن شاء الله كنشاركوا هذه المرة في تسيير الشأن العام باش يمكن لنا أننا كذلك نعطيه واحد أن بلوس لتسيير الأمور، لأننا حقيقة نعاود نكررها ونقولها المواطن المغربي كينتظر اليوم الجديد وكينتظر تحسين الوضعية ديالو الاجتماعية، ما كينتظرش أو أقوال كينتظرش الوعود، ولا كينتظر على أنه تطبيق على أرض الواقع وتحسين الوضعية ديالو.